اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد كمال الله كمالا يليق بكماله. أما عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها من المعجزات ما يجب أن تحبه نفوس المؤمنين، إنها آيات من قدرة الله عز وجل. فانظر إلى هذا الموقف. ونام علي بن أبي طالب الشجاع مكان النبي صلى الله عليه وسلم وتغطى ببرده، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. إنه للعجب، فبرغم من عداء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خافوا على شيء وضعوه عند النبي أمانة، فكان السبب من ترك علي هو رد الأمانات إلى أصحابها. عندما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الكفرة الفجرة يخترق صفوفهم ويأخذ حفنة من التراب ويذرها فوق رؤوسهم وهو يتلو: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا
فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فلم يبق منهم أحد إلا والتراب فوق رأسه. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لعل أن يجعل الله لك صاحبا، اشترى أبو بكر راحلتين. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الليلة حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن. وكان دليلهم عبد الله بن أريقط، ولم يكن قد دخل الإسلام بعد. استأجر النبي وأبو بكر رجلاً يدعى عبد الله بن أريقط الليثي، وهو الرجل الخبير بالطرق في الصحراء. ولم يكن قد دخل الإسلام بعد. وقد سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يضاد طريق المدينة حتى لا تعرف قريش طريقه، فاتخذ طريقا جنوب مكة والمتجه نحو اليمن. وحزن الرسول صلى الله عليه وسلم على فراق مكة وقال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. يا أسماء، سأخرج إلى جوار الكعبة لأسمع ما يقولونه، وسأذهب عندما يمسي الليل لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي. توخى الحذر يا أخي، هل سيتبعك عامر بن فهيرة؟ نعم، سيرعى الأغنام في المساء، وسيسير باتجاه سيري ليمحو أثار أقدامي. أعانكم الله. من بالباب؟ إني جدك يا أسماء، افتح الباب. تفضل يا جدي. هل ما سمعته صحيح؟ هل خرج أبو بكر مع محمد مهاجرا؟ نعم يا جدي، لقد خرج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد سمعت أنه لم يترك لكم شيئا. لا يا جدي، لقد ترك لنا كل هذا. إن كان ترك لكم كل ذلك فقد أحسن. أسعد، أسعد! ماذا بك يا خالتي؟ أنت أسعد؟ أنا أسعد اليمني الذي أقرأ الكف، وعلمت أن بهذا المكان من يبحث عني. نعم نعم، كنت أبحث عن من يقرأ لي الطالع يا أسعد. لقد حرمه الله يا أسعد. الله؟ من؟ الله الواحد الأحد.
أيعلم الغيب؟ ويعلم ما تسرون وما تعلنون. أأنت من أتباع محمد؟ نعم. إذن فحدثني عنه يا ولدي. يا عبد الله يا أخي، لقد جاءنا اليوم جدي أبو قحافة. وماذا قال لك؟ لقد سألني إن كان أبي ترك لنا أموالا. وماذا قلت له؟ لقد التقطت له بعض الحجارة من المنزل ووضعتها داخل الكيس الذي يضع به أبي أمواله. وهل لاحظ جدك شيئا؟ لا، لم يلاحظ شيئا، والحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل شيء. ليتني أعرف هذا الذي قتل ابني بدعائه، ليتني أغمد سيفي في جسده وأمزقه. محمد، محمد، أين اختبأ؟ أين اختفى؟ أين؟ ليس له أثر، كأنه الملح في الماء. ماذا نفعل؟ فلقد ضربنا علي ابن أبي طالب. وسحبناه إلى الكعبة فلم يتكلم، فلنذهب إلى دار أبي بكر. افتحوا الباب، افتحوا الباب وإلا كسرته. افتحوا يا آل أبي بكر. ماذا تريد؟ أين أبوك؟ لا أدري أين أبي. لن نترككم حينا، إما نحن وإما أنتم أيها المسلمون. مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة لمن يأتينا بمحمد وأبي بكر حيين أو ميتين. 100 ناقة؟ 100 ناقة؟ هذا هو إنه لثمن كبير. راقبوا مكة من جميع الجهات رقابة مسلحة. من يأتينا بالرجلين؟ ستكون لي. لا. من يأتينا بمحمد وأبي بكر؟ 100 ناقة لي. أين الفرسان؟ أين الأسود؟ اذهبوا وأتوا بهما. مكة كلها على قلب رجل واحد ضدك يا محمد. وانطلق الفرسان وقصاص الأثر في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يبحثون عن أثر للنبي، يصعدون الجبال والهضاب ولكن دون جدوى، حتى وصلوا إلى الغار. انظروا إلى هذا الغار. وفي هذا ما رواه أنس عن أبي بكر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. قال أبو بكر: فرفعت رأسي فإذا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره لرآنا. قال: اسكت يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وفي لفظ: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. لا أعتقد أن محمداً هنا. ولا أنا، فلنبحث عنهما في مكان آخر.
ماذا لو وجدناهم سويا؟ نقسم المئة ناقة. أنا لا أهتم بمحمد ولا قريش ولا أي شيء. كل ما يهمنا هو المئة ناقة. تمر ليالي ولا نجد أثرا لمحمد. يا لها من خيبة كبيرة. ماذا نفعل؟ لقد ضاعت هيبتنا في جزيرة العرب. ها، هل وجدتموه؟ ها، هل وجدتم له مكانا؟ رائحة؟ كفى كفى، سيذهب عقلي، سيذهب عقلي. Prophet Muhammad arrived to Al-Madinah and only by then he started to spread his religion. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, est entré à El Medine. Ainsi, il a pu propager la religion de l'islam. Oh,
رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا غالي وحبك ملينا في قلوبنا وعنينا ما انت اللي بيك فرح الحزين وعالصراط مادت ايدين بنقول وراك مليون امين عالجنة ودينا وصلت رسالتك